ضم صالح جمعة للفريق مرة تانية بعد استبعاده لفترة طويلة في يعني تحت قيادة فايلر، بتشوف النهاردة عودته ازاي؟ بصي، صالح لازم يستفاد من أي موقف داخل النادي الأهلي، لازم يستفاد من أي موقف داخل النادي الأهلي. إذا كان استبعد لازم يفكر، يقعد يفكر استبعد ليه؟ يعني يعيش، لازم يعيش ايه كرة القدم النهاردة. اللعيب لازم يتجاوب النهاردة، يتجاوب مع المدرب، مع المدير الفني، لازم يتجاوب مع الجماهير، لازم يتكون مع كل شيء. انت النهاردة داخل النادي الأهلي، داخل النادي الأهلي ده يعني النادي الأهلي ده حاجة كبيرة جدا لأي لعيب، وأي لعيب يمكن الكابتن هاني يعرف أي لعيب في مصر يتمنى يتمنى انه يروح النادي الأهلي. منظومة كده رائعة. فصالح النهاردة إذا كان بره 18 لازم يقول ليه ويستفاد ويحاول بقدر الامكان يصلح. هو دلوقتي الحمد لله برضه يمكن صالح الفتره اللي فاتت دي ابتدى يتمرن كويس، ابتدت فيه ثقه موسيماني طبعا فيه، ودي بتدي ارتياح بقى للعيب ان هو يشتغل ويبتدي يخش في التشكيله، يبتدي ياخد 10 دقائق، يبتدي ربع ساعه. وهو في مباراه الدوري خد يعني خد برضه توقيتات كده، خد حوالي ربع ساعه في الماتشات، ربع ساعه في تلت ساعه، وان شاء الله الفتره اللي جايه، لان صالح من اللعيبه الكويسه، يعني من اللعيبه الكويسه برضو اللي عنده رؤيه كويسه، بيقدر يسدد، بيقدر برضو عنده اختراقات كويسه، الحاجات الفنيه عنده لا حاجات كويسه ما نقدرش، ولكن هو برضو لسه ما استفادش منها، ما استفادش لانه بقى له فتره كبيره فتره كبيره بعيده، ولكن هو لما يبتدي يدخل في ماتشات هتلاقيه عالي ان شاء الله. ومن خلال الفن. اعتقد بالنسبه لصالح من خلال يمكن الاسبوعين اللي فاتوا ان يمكن بدا يشاركه، وكان في بعض التدريبات الخاصه لصالح جمعه، وكان في محادثه خاصه ما بين موسيماني وصالح جمعه في الامور الفنيه وازاي يوصلوا الفورمه، فدي اكيد هتدي ثقه للاعب نفسه، وكمان الدفع بيه في خلال مباريات ان شاء الله، ممكن يكون المباريات اللي جايه ممكن يكون صالح ليه دور، لكن زي ما انت بتقول يا كابتن فتحي هو كمان عليه دور الاكبر. طبعا يعني الدور الاكبر اذا كان في اهتمام من المدير الفني النهارده، بيتعامل النهارده كوحده تدريبيه خاصه لصالح جمعه النهارده عشان يرفع مستواه البدني والفني، دي حاجه ايجابيه. فالحاجه الايجابيه لازم استفاد منها كلاعب، ده انا لازم بقى يعني لما اجي هتمرن نص ساعه، لا ده انا اتمرن ساعه، وانا اللي اطلب من المدير الفني ان يحدد لي حد النهارده يشتغل معاه، سواء بقى النهارده عايز يشتغل قوه في الجيم، عايز يشتغل سرعات، عايز يشتغل حاجات على الجول، كل هذه الامور لازم اللعيب يستفاد، لازم اللعيب عشان تدي حتى ايحاء للمدير الفني ان انت عايز، ان انت جاد، ان انت عايز. تفرق قوي ان في واحد خلاص مجرد الوحده التدريبيه بيخلص بيلبس بيروح، وفي واحد تاني عايز النهارده يقول للمدير الفني ان اهو انا عايز زياده، انا عايز اقف على رجلي، انا عايز اتمرن، انا عايز اشترك في المباراه. فده بيدي ايحاء كويس للمدير الفني.